حبيت نقول لكم حاجة أخرى. احنا بيدنا معناتها نتسائلوا انه كيفاش بعد 48 ساعة alors que الولد هو ولدي وانا انسان يعني جو سوي ان اوم بوبليك معروف، كيفاش معناتها القضاء ما حلش تحقيق في هذايا، وربما بازي على التقارير تاع البوليسيه تاع شرطه المرور. ولكن اليوم احنا كي جبنا معناتها ادله جديده ولقينا حاجات باش نزيدوهم في الدوسي، فما معناتها طالبين باش يتحل تحقيق في الدوسي هذايا مره اخرى وباش نعرفوا الحقيقه، لانه صعيب ياسر الاولياء كيما نحن مش نجم نتجاوزوا الحكايه هذه من غير ما نعرفوا الحقيقه على اللي صاير.